شرفت الأيام المفتوحة بحضور الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الذي أكد على أهمية مخطط المغرب الأخضر بكونها أهمية أساسية للتعليم والتكوين في الميدان الفلاحي، بكونها تهدف إلى تنويع أنماط التكوين واستقطاب الشباب القروي وأبناء وبنات الفلاحين واليد العاملة الغير المؤهلة عبر تبسيط شروط الولوج وضمان جودة التكوين ودعم ومصاحبة خريجي معاهد التكوين المهني الفلاحي الذين يطمحون إلى خلق مقاولاتهم الصغرى. وكذا بحضور رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة لجهة بني ملال خنفرة، الذي تقدم بالشكر لكل من ساهم في تكوين مثل هذه المعاهد واعترافه بجودة كل هذه التكوين. أما كلمة المدير الجهوي للفلاحة لجهة بني ملال خنفرة، أكدت على أن قطاع الحليب من بين أهم القطاعات الفلاحية المنتجة بالجهة، وهذه السنة كان الإنتاج الإجمالي يقدر ب 450 مليون لتر بالمقارنة مع السنة المرجعية سنة 2008 ما قبل المخطط الفلاحي، أي ما يقارب 15% من الإنتاج الوطني، أي وكذا يتوفر على تنظيمات مهنية مهمة تتمثل في وجود 275 تعاونية لجمع وتسويق وكان لرئيس جامعة سيدي حمادي إقليم الفقيه بن صالح بدوره كلمة، إذ أكد على أن هذه الوحدة تساهم في الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والمهني، وعلى أنه قضايا الشباب تعتبر من أولى الأولويات ببلادنا، كما يجب علينا تعبئة كافة الموارد من فاعلين اقتصاديين ومؤسسات القطاع الخاص والعام من أجل تحسين هذه الفئة من المجتمع. وللتعريف بالمركز وبداياته، وكذا بمشروع الوحدة النموذجية لإنتاج الحليب، قام مدير مركز التأهيل الفلاحي سيدي حمادي إقليم الفقيه بن صالح بعرض مختصر يشمل نبذة تعريفية عن المشروع ووحدات الورشة وغير ذلك.